يا مساء الفل على حضراتكم. انا عمر اسماعيل وانتم بتتفرجوا على حلقه جديده من برنامجكم نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض وصفه ظريفه كده، هنعمل رز بالعدس وصوص الطماطم، وبعد كده هنعمل مع بعض مشروب عصير البرتقال بالبنجر. طيب ايه المكونات اللي عندي النهارده؟ وبالمناسبه احنا الوصفه اللي هنعملها النهارده دي وصفه صيامي. احنا السنه دي محظوظين وعندنا مع رمضان عندنا الصيام الكبير بتاع اخواتنا المسيحيين، فنحاول على قد ما نقدر ان احنا كمان النهارده او في خلال رمضان نعمل شويه وصفات كده صيامي، نعرف كده ايه يبقى عندنا حاجه على ترابيزه العزومه لكل الناس. طيب هنعمل ايه مع بعض او ايه المكونات اللي عندنا؟ عندي شويه من البصل المفروم، عندي شويه من الثوم والجنزبيل المفرومين. بالنسبه للتوابل عندي ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه، عندي هنا شويه من الطماطم البيريه لو عندنا جاهزه، عندنا ما عندناش نجيب شويه طماطم ومعلقه صغيره من الصلصه ونضرب دول في الكبه. عندي شويه من الرز البسمتي وده منقوع 20 دقيقة، وعندي هنا شوية من العدس بجبة منقوع ما بين 4 و6 ساعات أو لحد ما يطرى خالص، وفي الآخر عندي شوية من المية وعصير الليمون والبقدونس المفروم وزيت الزيتون وده للجرنش في الآخر. طيب عندي ووك كده أو أي طاسة بغطا، هاخد شوية من الزيت هو هديهم فرصة يسخن. طيب الأكلة دي أصلها هندي، تنفع معانا قوي زي ما قلت لكم، هي كمان صيامي كمان موفرة ما تكلفناش حاجة خالص، وكمان طعمها رامي معانا على كشري شوية. احنا متعودين على فكرة الرز مع العدس مع المكرونة، فمش بعيدة قوي على الطعم اللي احنا هنبقى عايزينه، لكن حاجة برضو مختلف. الحاجة اللي هتفرق معايا قوي هنا ايه؟ الكرملة بتاعت البصل، ده البيز بتاع الطعم كله اللي انا بدور عليه. فاحنا بنسخن الزيت وبنزل البصل بتاعي، وعلى البصل عشان عايز اسرع كده الكرملة بتاعته هنزل شوية من الملح مش كتير، نتكلم في تقريبا نص معلقة صغيرة. خلاص ده هيعمل ايه؟ ده هيساعد ان السوائل اللي في البصل تطلع اسرع، فبالتالي ينشف اسرع، فبالتالي يبتدي يتكرمل اسرع. كل شوية نحاول نفرد كده البصل على قد ما اقدر، زي ما قلت لكم عايزه يطلع كل السائل بتاعه ويبتدي يتكرمل. طيب زي ما قلت لكم كده بقى لنا تقريبا 3-4 دقايق، بص اهو هنلاقي البصل وصل نص السكة زي ما قلت لكم كده للكرملة اللي احنا عايزينها، وهنا هناخد الثوم والجنزبيل، وحدي الكلام ده تقليبة كده ايه محترمة. وعلى طول زي ما قلت لكم هنهدي النار، نتكلم في ميديوم كده، لو على كهرباء نتكلم على 5 مثلا. انا بس بدوس كده بالسباتيولا، عايز اتاكد ان ايه عندنا الثوم كان مهروس، الجنزبيل بنفرقهم كده عن بعض، بصوا هتلاقي اللون كده اهو ابتدى كله يوصل للون الكراملايزد اللي احنا بندور عليه. طيب الحاجه الوحيده اللي هتوقف الكرمله دي ايه؟ لما هننزل بالسوائل عليهم. فالاول كده عندنا طالعه بالتوابل، عندي الكمون، عندي الكزبره الناشفه، وعندي شوية من فلفل اسود وشوية من الملح. طبعا الشطة من الحاجات اللي ممكن نحطها هتبقى برضو ظريفة جدا، الكاري او الكركم من الحاجات اللي برضو ممكن نحطها. انا كده عملها لكم البيزك، حتة التوابل دي هسيبها لكم بقى. بصوا كده هتلاقوا اللون كله اهو بتاع البصل والثوم والجنزبيل، ده بالظبط اللي احنا بندور عليه. طماطم البري بتاعتي هنزلها اهو، هميكس الكلام ده كله مع بعضه. بصوا اول ما تبتدي اهي بتغلي معايا، عايزكم تشوفوا شكلها كده عامل ازاي. على طول هنزل الرز بتاعي اهو بسمتي اللي قلت لكم منقوع
قبليها تقريبا تلت ساعة، وعليه العدس اللي قلنا نقعينه من 4 لـ6 ساعات أو الوقت اللي محتاجينه عشان يطرى، لأن العدس بتختلف من الأنواع بياخد وقت قد إيه على ما يطرى. خلاص قلب تقليبة أهو، طيب ليه بنزل السائل بتاع الطماطم الأول لوحده وبعد كده بنزل الرز والعدس وبعد كده المية؟ عشان عايز أديهم فرصة كده زي ما بنقول الطعم يبتدي يربط مع بعضه كله. لو نزلناه بالمية هيبقى الطعم كله في الصوص، الرز وحبوب العدس نفسها مش هتبقى واخدة طعم تقريبا خالص. هنزل اهو بالمية زي ما قلت لكم، انا معلي هنا النار عايز اقلب الخليط ده، احنا بندور عليه ان احنا نوصله بس ان هو يغلي. هياخد معانا دقيقة دقيقتين، مش هياخد وقت اكتر من كده، عشان زي ما قلت لكم احنا كل حاجة نزلناها اديناها فرصتها ان هي تسخن كده الاول مع بعض عشان لما المية تنزل ما تبقاش ما تاخدش وقت كتير. الحاجة التانية اللي هقولها لكم، ما تغليش مية في الكتل وتنزلها، يعني اخرنا ننزل مية تبقى دافية شوية لكن ما تبقاش مغلية. خلاص ادي المية بتاعتنا ابتدت تغلي، على طول هنغطي الوك او الطاسة بتاعتنا وهنهدي بقى النار. هنسيب الخليط بتاعنا ده بنتكلم فيه تقريبا تلت ساعة، وبعد كده نرفعه ونخلص كده بشوية حاجات ونقدمه على طول. دلوقتي هطلع اخطف فاصل كده في السريع على ما نستنى الحاجة بتاعتنا تستوي وارجع لكم بعد كده نعمل مع بعض المشروب. متروحوش في حتة. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. زي ما شفتوا معانا قبل الفاصل حطينا الرز بالعدس، رز البسمتي بالعدس وصلصة الطماطم، وسبناهم قلنا هنسيبهم تقريبا حوالي تلت ساعة أو 25 دقيقة. هبص عليها بصة كده، خلاص أهو هرفع الغطا هديها تقليبة وهسيبها بس آخر دقيقة أو دقيقتين كده من غير غطا عشان عايز اتخلص من شويه الايه السوائل اللي موجوده جوه. قبل ما اعمل كده شويه من البقدونس ونقلبه مع الميكس بتاعنا اهو، هنسيبه بس الدقيقتين دول كده زي ما قلت لكم، كل البخار اللي بيطلع دي شويه السوائل اللي موجوده جوه عايزها بس تخرج. طيب هنعمل ايه مع بعض؟ هنعمل عصير البرتقان بالبنجر. عندي شوية عصير برتقان، عندي شوية من العسل، شوية من الجنزبيل البودرة هناخد منه مرشة صغيرة قوي، عندي هنا شوية بنجر مسلوق، شوية من مكعبات التلج، وأخيرا شوية من المية. طيب أول حاجة هعملها خالص هنزل مكعبين تلاتة كده من التلج مش كتير، هنزل بعد كده عليه بالبنجر وهنزل بشوية مية صغيرين نتكلم في نص كوباية ومدي الكلام ده ضرب. عندي زي ما قلت لكم خد رشة صغيرة جدا من الجنزبيل وبعد كده هنزل بشوية من العسل. هندي الميكس بتاعنا ضربة كمان. حلو قوي.
تقليبه سريعه للرز بتاعنا، قرب الخضار اهو زي ما انتم شفتوا، خلاص تقريبا ما بقاش فيه سايل خالص. هجيب كاسات التقديم بتاعتي، هاخد ميكس البنجر اهو ننزله تحت، ومن هنا هنزل بعصير البرتقال شويش كده. يبقى فاضل لنا ايه؟ الشاليمهات بتاعتنا، ونبقى عملنا مع بعض عصير البرتقال بالبنجر. عظيم جدا. طيب هيبقى فاضل لنا ايه؟ طبق التقديم بتاعي اهو، خلاص هرفع من على النار، هنزل عصير الليمون اللي عندي، والبقدونس هندي ده كله اهو تقليبه كده. ومن هنا هننزل على طول في طبق التقديم بتاعنا، ندي مسحة كده اهو. ومن هنا زيت الزيتون نديله بس رشة، وشوية من البقدونس المفروم، ونبقى عملنا مع بعض رز بسمتي بالعدس وصوص الطماطم. وصفة 100% صيامي، وصفة 100% فيجيتيريان، وعندنا برضو عصير البرتقال بالبنجر برضو 100% صيام. طيب كده احنا وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة. كالعادة أرجو أن وصفاتكم كانت سهلة وجديدة وبسيطة ومطرقعة وعجبت حضراتكم. خشوا لي على سوشيال ميديا او خشوا على صفحه البرنامج نقنقه بالعربي على فيسبوك، قولوا لي ايه رايكم في الوصفات اللي بنعملها، ولسه عايزين تشوفوا معانا ايه تاني. اشوفكم الحلقه الجايه، كل سنه واحنا كلنا طيبين، رمضان كريم، ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.